تعال وأقول لك آية كل ما ناقشت إنسان فيها قال لي هذه في القرآن. فوالله منهم من يحفظ كثير من القرآن ويسألني هذه في القرآن ثم يروح يراجعها. يقول الله جل وعلا في سورة الأعراف آية 169 يقول جل في علاه: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. أعطيناهم قرآن، خلقناهم مسلمين، يأخذون عرض هذا الأدنى. تعرف ما معنى هذا الكلام؟ يعني اللي يوافق هواه وهو من الدين يسويه. يأخذون عرض هذا الأدنى، والله الدين هذا ممتاز، معه ريال يتصدق فيه، والله الدين هذا جميل. صلاة العصر قائم صلى، ما يقوم لصلاة الفجر. يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، ويقولون سيغفر لنا. أرجع القرآن تجد هذه الآية فيه، يقول الله هؤلاء بيقول لك سيغفر لنا.